اليوم السابع كتبت عن الجلسة العامة للبرلمان اللي عقدت اليوم، وانتقد فيها الرئيس المجلس انتقد أفعال الأعضاء. ليه بقى؟ لأنها الحقيقة قال إنها بتبعث نوع من الغضب لبعض النواب. رئيس المجلس انتقد أفعال الأعضاء لأنها تخالف التقاليد البرلمانية على حد قوله، وحذرهم ما حدش يقول لي يا ريس. المجلس كمان بيوافق النهاردة على قانون بتعديل قانون تنظيم السجون.